لينا بقى يلا عندنا فتة البتنجان اللايت، نشوف المقادير. مش دايت، لايت يعني خفيفة، نحاول نقلل فيها الدهون شوية بس فيها نسبة دهون برضو. يلا بينا كده نشوف مقاديرنا. عندنا بتنجان، البتنجان ده متقطع مكعبات ومشوي في الفرن، يا دوبك واخد رشة ملح وفلفل وزعتر وبسيط من الزيت خالص، ومحطوط في صاج وفي الفرن علشان يتشوي. فلفل ألوان مكعبات برضو بنفس الطريقة مشوي. هنحتاج عيش شامي متحمص مش متحمر، متحمص في الفرن بدون اي دهون، برضو متقطع مكعبات ومتحمص اهو معانا اهو بدون دهون خالص، فيبقى خفيف كده ولطيف جدا. عندنا بقى الرز بتاع الفتة، هيبقى مقاديره عبارة عن رز بسمتي، تمام. نستخدم بقى الكمية اللي احنا عايزينها، انا عندي هنا كيلو من الرز، مية مغلية، الكيلو بياخد حوالي 7 كوبايات من الرز من المية، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة زبدة وملح بس كده علشان يطلع معايا لونه أبيض وفاتح. عندنا الفراخ هتكون عبارة عن نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة مكعبات، معلقة كبيرة من زيت الذرة، معلقة كبيرة من الخل، معلقة صغيرة من البهارات السبعة ورشة قرفة بودر وملح وفلفل أسود، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. صوص الفتة هيكون عبارة عن معلقة صغيرة من الثوم المفروم، ربع كوباية عصير ليمون، نص كوباية طحينة، كوباية زبادي، نص كوباية مية، معلقة كبيرة من الخل، معلقة كبيرة من العسل الأبيض، ونص معلقة صغيرة زعتر وملح وفلفل أسود. وللتقديم بقى لو متوفر عندنا مكسرات هنحط، مش متوفر هنكتفي بشوية بقدونس، ممكن كمان سوداني متحمر هيبقى حلو قوي. بينا بقى نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. هننقل، حط الحلة هنا علشان أعمل الرز، والووك علشان نعمل الفراخ. هنسيب حلتنا تسخن كويس قوي، وزي ما اتفقنا الفراخ بتاعتنا عبارة عن صدور، الصدور دي هنغسلها وهي سليمة كويس جدا جدا، وننقعها بمية بخل ونشطفها كويس قوي وننشفها كويس، وبعدين آخر مرحلة هي التقطيع. هنقطعها مكعبات بالشكل ده، ابتدي أخدها وأحط في طاسة على النار زيت علشان يسخن كويس. بسم الله، بس كده ضروري جدا الزيت يسخن قبل ما انزل فيه قطع الفراخ. الحله كمان بتاعتنا احط فيها مزيج كده ما بين الزيت والزبده، ونخليهم برضو يسخنوا. عاملين لي مفاجأة في الدرج ولا ايه؟ تمام، حطينا الزبدة والزيت على النار علشان يسخنوا. هبدأ اخد الرز، يفضل ان انا اكون غسلاه ونقعه نص ساعة ومصفياه. ابتدي احطه علشان نديله تشويحة كويسة قوي. طيب حد يقول لي بقى نقدر نستخدم مكان الرز البسمتي رز بلدي؟ او طبعا ينفع جدا وبنفس الطريقه، ممكن كمان نزود فص مستكه كده واحنا بنشوح الرز يبقى ريحته طعمه حلو قوي. يبقى احنا حطينا مزيج ما بين الزيت والزبده يسخنوا، ننزل الرز ونبتدي نشوحهم تشويحه كويسه، خلي الرز كده يتغلف بالماده الدهنيه ويسخن معانا كويس قوي. انا مستنيه كمان الزيت اللي في الووك يسخن كويس علشان انزل فيه الفراخ. انا لو نزلت دلوقتي الفراخ والزيت لسه بارد، اول ما هنزل الفراخ هتلاقيها عماله تجيب في ميه كتير الميه بتاعتها والسوائل بتاعتها، وبالتالي بعد التسويه هتلاقيها بتشد والالياف بتاعتها ناشفه. فضروري جدا يكون الزيت اللي على النار سخن جدا جدا قبل ما ابتدي انزل الفراخ. يبقى احنا شغالين في الناحيتين، حلة نعمل فيها الرز والناحية التانية الووك علشان نعمل فيه الفراخ. وهجيب شوية التوم الصغيرين علشان عندنا فصين توم كده للفراخ. هاخد التوم المفروم وابتدي اشوحه، وقبل ما يبتدي ياخد لون
غامق هبتدي انزل عليه الفراخ. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لما تكون الفراخ متصفيه تدينا نتيجه حلوه جدا. خلي الفراخ بقى ما نقلبهاش كل شويه، خليها بس تاخد لون كده من ناحيه وبعدين نبتدي نقلب الناحيه الثانيه. وادي الرز هنشوحه من غير ما نغير لونه، احنا عايزينه بس يسخن كويس. ميه الرز كمان مغليه، تعالوا نحط الملح. لو عندي شوربة هيبقى طعم الرز أحلى، لو ما عنديش ممكن أحط مكعب مرقة مع المية المغلية، هيدينا طعم حلو جدا للرز. ده طبعا للناس اللي بتستخدم مرقة، ما بتستخدميش مرقة دجاج يبقى لو في شوربة هيدينا نتيجة حلوة قوي قوي. هقلب كويس. حطينا معيار الملح، المية المغلية، ولازم تكون مغلية. ريحه الثوم فظيعه. هحط كمان، احنا خلاص كده حطينا كل حاجه، الخل فاضل معلقه كبيره من الخل، والخل هيساعد ان الرز يطلع لونه فاتح جدا جدا. واغطي واسيب الرز يتشرب كويس، يعني ياخد الميه بتاعته تمام. بعد كده هقلب تقليبه بسيطه وهدي النار خالص علشان يستوي براحته. اما الفراخ بتاعتنا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبها تقليبه مع الثوم كده، وابتدي اديها البهارات بتاعتها. وبهاراتها بسم الله، ادي عندنا القرفه وعندنا البهارات السبعه، رشه كده. القرفه كمان من الحاجات الحلوه قوي والبهارات الحلوه قوي اللي بتضيع اي زفاره موجوده. وهدي الفلفل الاسود وهستنى على الملح لما الفراخ بتاعتنا تبتدي تستوي او تدخل في التسوية تماما. قلب تقليبة، فصين الثوم اللي احنا حمرناهم دول ادوا ريحة حلوة قوي قوي للفراخ مع ريحة التوابل، بقت فظيعة ما شاء الله. خليها بقى تستوي تاخد لون بسيط كده ذهبي. وهنا الرز شغال معانا اهو، هديله تقليبة. ولما نقلب الرز نقلبه بالراحة خالص، خاصة رز البسمتي لأنه سهل التكسير، فتقليبة بسيطة كده بالراحة. وخلاص زي ما انتم شايفين المية اللي فيه تعتبر نشفت تماما. هبتدي أعمل إيه دلوقتي؟ أغطي وهدي النار خالص وأسيب النار، أسيب الرز على نار هادية علشان يكمل تسويته. تيجوا نعمل الصوص يلا، على ما الفراخ تتشوح معانا. والرز خلاص احنا هدينا عليه النار مش قلقانين عليه. تعالوا ناخد بقى مكونات الصوص دي كلها مع بعض كده ونخلطها كويس. الزبادي، وادي الطحينه، والخل، عصير الليمون، وعندي رشه كده من الزعتر. نفرمها بايدينا كده، نطحنها تنعم وريحتها بتطلع وبتبقى حلوه قوي. حط كمان العسل، الملح والفلفل، وعندي كمان الثوم برضو كده، معلقه صغيره من الثوم او فصين ثوم مبشورين ناعم. وادي الملح والفلفل. تمام. وعندي ميه بقى، ميه تكون عاديه مش سخنه مش ساقعه. وهقلب واشوف بقى انا محتاجه ميه قد ايه، على حسب بقى القوام اللي في ايدي. ممكن نحتاج نص كوبايه، اقل اكتر على حسب ما الدنيا هتظبط معايا. احنا ضفنا كل المكونات وقلبنا،
وبعد كده هشوف ايه الاخبار، الدنيا عامله ايه، محتاجه ميه قد ايه، واضيف لها. حط شويه صغيرين بس مش محتاجه كتير، يعني يكاد يكون ربع كوبايه كده. حلو قوي. يبقى احنا كده عملنا الصوص اللي هيتقدم على وش الفته. ممكن كمان علشان نديله طعم غني اكتر فنضيف له معلقتين كبار من المايونيز، هيدوله طعم وهيدوله لون افتح كمان. تقليبة كده للفراخ. هاي الفراخ خلاص دخلت في التسوية، لو في اي سوائل نزلت منها ابتدي اسيبها تجف تماما. تمام. وعندي الرز خلاص دخل في التسوية اهو، على نار هادية، موطين عليه النار خالص لغاية ما يستوي براحته تماما. كده خلاص عملنا الفراخ، عملنا الرز، عملنا الصوص. العيش بتاعنا متحمص في الفرن زي ما اتفقنا بدون اي مواد دهنيه، كمان البتنجان والفلفل مشويين يا دوبك بنقطتين زيت كده مع رشه من الزعتر والملح والفلفل. كل مكوناتنا جاهزه. كنا عملنا الرز للفته وعملنا كمان الفراخ، كان فاضل لها الملح، قلنا مش هنحط الملح غير لما خلاص تدخل في التسويه. يلا بينا. بسم الله. ونقلب كويس. كنا حاطين كل البهارات والدنيا تمام. هقلب الملح. وعندي بقى معلقة من الخل هضيفها، تدي طعم حلو قوي. واسيبها كده مع الخل والملح دقيقة واحدة واطفي عليها. عايزة ابص اخبار الرز ايه. الرز تمام زي الفل، استوى. لا لسه فاضل فيه حاجة بسيطة خالص في التسوية. لو حسيت انه محتاج سنة مية صغيرة مفيش مشكلة اضيفها. ونغطي عليه ونسيبه يكمل. التكايه اللي فيها تاخد دقيقتين بالظبط وهتكون فكت وزي الفل. الفراخ بتاعتنا كمان كده خلاص جاهزه، نرفعها من على النار. خلاص احنا كده في انتظار ايه؟ الرز يستوي علشان نقدم طبق الفته بتاعتنا. وايه دي الحله؟ حلتنا اللي بقت مشهوره، نحطها الناحيه التانيه. تمام كده؟ نعم؟ شغاله بالكهرباء. زي الفل. حطينا كده الرز، هياخد العيش المحمص. طب ليه مش بحط العيش تحت هنا في الفته دي؟ الافضل ان العيش يفضل مقرمش، اللي هنحطه على العيش بس الصوص هو اللي هيديله طعم حلو قوي. تمام. والعيش يفضل معانا كده مقرمش، طعمه بقى حلو جدا كده مع الفراخ مع البتنجان والصوص اللي احنا عاملينه، هيبقى حلو قوي. صوتكم بعيد قوي، انا بسمعكم طشاش، ممكن نعلي؟ اتفضلي. تمام. احنا قلنا في اول الحلقه ان الفته بتاعتنا لايت مش دايت، والفرق هنا ان احنا عاملينها خفيفه على قد ما نقدر علشان الحر والجو اللي احنا فيه مش محتاج اكلات تقيله. فالاكله النهارده كده خفيفه واقتصاديه والله، يعني كلها حاجات بسيطه وبتطلع كميه رهيبه. يعني اسره، يعني انا هعمل طبقين دلوقتي من الفته، ادي طبق شغالين فيه وان شاء الله في طبق تاني. البتنجان زي ما انتم شايفين اتشوى هو والفلفل الالوان في الفرن علشان ما يشربش معانا زيت كتير ويبقى تقيل على المعده. طبعا تنفع صيامي جدا لو احنا شلنا تلاشينا خالص الفراخ اللي احنا عملناها دي، استبعدناها وعملنا الرز بزيت بس، خلاص كده بقت صيامي ما فيهاش حاجه تاني بصراحه. الصوص لا، ازاي؟ عشان الزبادي. ممكن يتعمل بس بطحينه، يبقى الصوص بس طحينه. سلطه الطحينه عاديه جدا وتتحط برده هتبقى طعمها رهيب. خلاص اوكي تمام اللي انتوا شايفينه. تسلم يا استاذ احمد، منورنا والله النهارده. ربنا يكرمك.
بحاول بس انسق الالوان كده ما بين البتنجان والفلفل الجميل الملون ده زي الفل. وهاجي في النص واحط بقى من الفراخ الفراخ بقى بتتبيلتها الجميلة دي زي ما بقول لكم الكميه اللي احنا عاملينها دي مع انها نص كيلو فراخ ووحدتين بتنجان وحدتين فلفل والكلام ده كله بس هيطلعوا معايا اتنين سيرفيس محترمين من الفته. الصوص بقى بتاعنا تعالوا ناخد منه احط شويه فوق الفراخ وابتدي احط بقى كده على العيش علشان الصوص مع العيش المقرمش كده بيبقى طعمه حلو قوي. ولو عندنا مكسرات دي بقى ليكوا فيها مطلق الحرية، موجودة نعملها مش موجودة خلاص هو الطبق كده زي الفل. احنا طبعا محمصينها لازم تتحمص تبقى كده ايه على الأطراف يعني والله هي مش محتاجه بس طبعا هي المكسرات بتدي طعم حلو قوي. المكسرات دي بقى اي حاجه موجوده عندك زبيب سوداني اللي متوفر تحفه. ده طبق فته سهل وبسيط خفيف طعمه حلو جدا ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنطلعه وانا في الفصل ان شاء الله هعمل واحد تاني كمان لان المكونات كلها لسه موجوده زي ما هي كتير جدا فالمقدار زي ما قلنا يكفي يعني غدا عيلة حلوة قوي.